عندك بعض الأرقام الخاصة بفريق كرة القدم. خلينا الأول بس طبعا نقدم التحية برضو للكابتن محمود الخطيب على الموسم اللي قدمه، موسم بصراحة أخذ بعض القرارات اللي لازم برضو نشير ليها. أول حاجة فترة الراحة دي جدا للعيبة وللراحة اللعيبة، وإن أنت تعمل ريفريشمنت كويس. الحاجة التانية في خطوة مهمة جدا ما ينفعش ننساها، وهي نقل المباريات لاستاد القاهرة. الخطوة دي في شهر مارس كانت مهمة جدا، وأثرت يعني ادت الى تحول في موسم النادي الاهلي بعوده الجماهير، وبرده كان بناء على رغبه مارسيل كولر، يحسب برده لمارسيل كولر. صحيح. عوده جماهير الاهلي السنه دي بالاعداد اللي هي ال 50 وال 60 الف دي ما كناش بنشوفها، ما شفناهاش غير السنه دي في استاد القاهره، ماتش الهلال السوداني، ماتش الرجاء، ماتش الوداد المغربي. طبعا يعني ده جماهير الاهلي كانت كلمه السر في عوده الانتصارات وعوده الروح مره ثانيه. لجنه الجماهير برده خلي بالك. وايه؟ لجنه الجماهير. طبعا لجنه كانت مهمه جدا ان انت ترجع احنا من زمان كان نفسنا الاستاد يرجع بالشكل ده، فيحسب برده المجلس اداره النادي الاهلي الحالي ان هو قدر ان هو يعني ايه يحارب على الموضوع ده، وان انت تزود اعداد الجماهير، فدي حاجه تحسب لهم. بالنسبه للموسم، اللعيبه اللي مقدمه موسم كويس جدا، في خمس لعيبه طبعا كل اللعيبه تستحق التحيه على الموسم ده، ولكن بالارقام افضل خمس لعيبه ساهموا في اهداف هذا الموسم، رقم واحد لو نستعرض الاحصائيه اللي هي اكثر اللاعبين مساهمه في اهداف مع النادي الاهلي في جميع البطولات هذا الموسم، اول لاعب علي معلول. علي معلول هو اكثر لاعب ساهم في اهداف السنه دي، بالمناسبه هو لعب 48 مباراه، وده رقم كبير جدا، اعلى ارقام علي معلول، فده دليل على التحسن البدني اللي كان كريم بيتكلم عليه. سجل 11 هدف وصنع 16، يعني ساهم في 27 هدف. علي معلول السنه دي في جميع البطولات مساهم في 27، رقم واحد. رقم اثنين حسين الشحات، لعب 40 مشاركه، سجل 10 وصنع 13، يعني مساهم في كام؟ مساهم في 23 جول. يبقى ده رقم اثنين حسين الشحات. رقم ثلاثه كهربا، رغم ان كهربا بدأ من نص يناير كمان مشاركه مع النادي الاهلي، لعب 32 مشاركه وهو اقل واحد فيهم لو نلاحظ في عدد المشاركات، يعني معلول لعب 48، الشحات 40، بيرسيتاو 42، شريف 49، فكهربا في 32 مشاركه بس سجل 15 وصنع 5، ساهم في 20 جون مع النادي الاهلي. نيجي بعد كده لبيرسيتاو، بيرسيتاو لعب 42 مشاركه، سجل 9 اهداف، صنع 7، ساهم في 16 هدف. رقم خمسة محمد شريف، لعب 49 مشاركة طبعا أغلبهم كبديل، كان بينزل بديل أكتر، سجل 11 جون ما صنعش ولا جون، يعني ساهم في 14 هدف. فلو جيت استعرضت التشكيلة المثالية للنادي الأهلي السنة دي هتلاقي إن لازم تحط الخمسة دول في التشكيلة المثالية للنادي الأهلي. صحيح. رقم واحد طبعا هيبقى لو استعرضنا التشكيل المثالي، رقم واحد طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي. دي التشكيلة اللي هي تعتبر كانت قدمت موسم كويس جدا، اللي احنا كنا بنعتمد عليها في مباراة الرجاء، في مباراة الوداد، في كل المباريات. في حراسة المرمى محمد الشناوي، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، وانا بعتبر ان ياسر ابراهيم واحد من اكتشافات الموسم ده من مارسيل كولر، لان كان محمود متولي اللي بيبدا، ياسر ابراهيم لما بدا واخد اثبت نفسه بصراحه ويستحق ان هو يتواجد في التشكيله المثاليه. محمد هاني يعتبر افضل باك يمين في مصر حاليا. علي معلول لسه متكلمين ان هو اكتر لاعب مساهم في اهداف 27 هدف والسنه السابعه مع النادي الاهلي. الثلاثه الارتكاز مروان عطيه، وانا بعتبره افضل صفقه عملها السنه دي النادي الاهلي في الميركاتو سواء في الصيف او في الشتاء، هو مرعون عطيه. الاثنين اللي قدامه اليو ديانج وحمدي فتحي، الاثنين قدموا موسم كويس، وكان الثلاثه الارتكاز دول لما كانوا بيبقوا موجودين بصراحه كنا بنبقى مطمنين في اي مباراه. الثلاثة اللي قدام هم برضو موجودين في قائمة الأكثر مساهمة في أهداف، سواء كهربا، سواء بيرسيتاو، سواء حسين الشحات. فدي التشكيلة اللي احنا كنا معتمدين عليها على مدار الموسم، فهي بصراحة يستحقوا التحية كلهم يعني.